السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل وياكم دورة بايثون ويب. اليوم الدرس رقم 10 والموضوع هو الابس application. احنا طبعا تعلمنا كيف ننصب الدي جانجو، كيف نعمل السيتنج مالته والكونفيجريشن تهيئة الكمبيوتر لمشروع دي جانجو، وعملنا اليوزر السوبر يوزر. اليوم راح ناخذ فكرة انه كيف نعمل application تطبيق من ضمن مشروع دي جانجو. طبعا احنا درس السابق توقفنا في هذا المكان اللي هو دي جانجو administration. هاي النافذة اللي انت تشوفها اللي هو من ضمن admin. اوكي، الادمن هو application تطبيق، الادمن هو تطبيق موجود من ضمن دي جانجو يكون جاهز. احنا راح نتعلم بدورتنا هذا كيف نصنع هيج تطبيق، انه يكون عندك اد تشينج، ومن اضغط على يوزر يذهب الى نافذة اخرى، لما اعمل اضغط على اثنتيكيشن يرجع مرة اخرى للنافذة الاساسية عفوا. فكل هذه الاشياء هي ابليكيشن، هذا هو تطبيق. يختلف عن بقية التصميمات انه انت متصمم بال HTML وال CSS، تبدأ من خلينا نقول طريقة البناء مالتك تبدأ من الصفر وتبدأ تجيب الأشياء وترتبها. بالدي جانجو حاليا هذا عن طريق معمولة عن طريق الفونكشنز وعن طريق اللي هي دوال البايثون. فاحنا خلونا مع بعض نسوي فد ابليكيشن. لاحظ هسه احنا دخلنا في الادمن وبعد ذلك اثنتيكيشن، تطبيق الاثنتيكيشن. يعني احنا اذا حبينا نعمل مثل هذا ادمن كابليكيشن ممكن نعملها عن طريق الدي جانجو، واحنا اصلا بهاي الدورة راح نتعلم كيف نصنع تطبيقات مثل ما تشوفون في هاي الواجهة. فحتى اني اقدر اعمل اول تطبيق لي، كل اللي احتاجه اجي اكتب بايثون، او بالعربي بايثون مانج دوت باي مثلا، اسميها بلوجز، الاشياء اللي انشر بها. اوكي، اعمل انتر، انتظر شويه، unknown command blogs. صح بايثون manage dot py، نكتب الكوماند start app startapp start app، يعني ابدأ بتطبيق، التطبيق راح اسميها blogs. اوكي، شغلات منشورات اكون يكون بها python. اوكي، اتنفذ الحمد لله وشكر. اذا استخدم الكوماند اللي هو python manage.py start app اوكي blogs. لو اجي ارجع للبروجكت عندي الاحظ انه مفروض ضاف لي blogs. ده تلاحظ ضاف لك هنا الفولدر اللي هو blogs. لو ارجع لي اتصور علي ما فاتح الفولدر، لا ما فاتحه. اوكي، اذا رحنا على البروجكتس من projects first project اوكي، راح الاحظ انه تم انشاء فولدر اخر، هذا الفولدر اسمه blogs وموجود فيها مجموعة اشياء. اذا احنا قدرنا نعمل تطبيق، هذا التطبيق من ضمن مشروع دي جانجو. واحنا شو نريد نعمل؟ نريد نعمل متصف، يعني نريد نعمل templates، نريد نعمل يعني نبدأ بالمشروع ونعمل تطبيق application ونبدأ نضيف بها الأزرار ونضيف بها الأشياء اللي احنا نحتاجها. اذا في موضوع لما احنا عملنا blog، طبعا لو اجي افتح البلوج الاحظ انه في اشياء في داخل هذا البلوج. اوكي، شنو هذه الاشياء؟ ما معنى هذه الاشياء؟ من ضمنها الاحظ فولدر اخر اللي هو اسمه migrations. تصور احنا انت عندك فكره عن هذا الشيء لانه احنا اصلا شرحناه. لو نفتح migrations راح الاحظ ملف اللي هو init.py، هذا ايضا شرحناه وتقدر تراجع الاساسيات ايضا موجوده شرح init.py. الاحظ انه الفولدر migration له علاقه في الداتابيزز، يعمل لك المايجريت مثل ما شرحناها بدروس السابقه. الانت هذا هو عائد للفولدر البلوج. اوكي، اي بمعنى انه انت تتعامل، يعطي فكره للبايثون انه انت تتعامل مع فولدر البلوج
كذلك في داخل migration اكو init.py تتعامل مع migration كماجول للبايثون، كذلك تتعامل مع البلوج كماجول، اذا مو في فولدر عادي. بعد ذلك نجي نلاحظ انه احنا عندنا هنا ملف اخر اللي هو الادمن، لو عملنا دبل كليك راح نلاحظ بيعمل امبورت. طبعا لازم احنا نكبر الفونت حتى يكون اوضح. appearance system setting I think appearance لا editor okay general font font okay نعمل save as copy حتى نقدر نتلعب بالخط، نعملها 22 مثلا apply حتى بس نتأكد. wonderful okay نلاحظ انه بيعمل import لمكتبة من مكاتب الديجانجو اللي هي فولدر موجود بها مجموعة كوماندز، بيعمل import للادمن. الادمن حاليا احنا ما عدنا شغل فيها، ما راح يجي موضوعها راح نشرحها. بعد ذلك نلاحظ اكو ملف اخر اللي هو model.py. model.py هذا راح يكون عندنا شغل كثير على هذا الموضوع، لان model.py راح يكون اغلب الكودات مالتنا موجودة في داخله اللي نتعامل مع الفانكشنز للبايثون. عندنا ايضا test.py، فائده test.py هي فقط يعمل creation في داخل اي application يكون عندك موجود، وظيفته هي التجربه testing فقط، انه يعمل لك test وراح نستخدمها اكيد. احنا كيف راح اعلمك كيف تستخدم التست مجرد انه تتحقق انه البروجكت او الابلكيشن مالتك عفوا يعمل. الفيوز كثير من عندكم ممكن يعرف ترجمه الفيوز العربية أي بمعنى العرض. أوكي، فإذا هنا راح يعرض كل الأشياء لليوزر، كل الأشياء للناس هنا راح تكون معروضة. فإذا كل أبليكيشن أنا أصنعه راز مفروض أنه يحتوي على شنو؟ على هاي الملفات اللي موجودة: migrations, init, admin py, models, tests, views. هاي الأشياء موجودة من ضمن أي أبليكيشن أنا أصنعه. طبعا أنت حر في استخدامك الإديتور اللي أنت تريده، يعني ممكن اكو سبليم ايضا جميل جدا بس بفلوس يعني مو بلاش. فاكو كثير من اي ديز ممكن انت تستخدمها. عندك انا استخدم الباي تشارم، مريح جدا و احس يعني انيق وتعامله مع الاكواد اوكي ما في مشكله. ممكن تستخدم ايضا ايكليبس، انا عندي ايكليبس دا استخدمه في دورة جافا، لهذا ما استطيع ان استخدمها حاليا. إكليبس ايضا راقي جدا، انتليجي راقي جدا، وعندك ايضا الكومودو ايضا هذا اديتور اخر ايضا جميل وخفيف، يعني انه ممكن تستخدمه كاي دي، هو مو اي دي هو اديتور. عنده نسخة اخرى ك اي دي اي لكن بفلوس، لكن الاديتور يكون مجانا. المهم انت عندك كل ابلكيشن انت تصنعها حيكون فيها موجود هاي الاشياء. طبعا احنا راح نجي واحد واحد نتعامل، هو هذا الكومدو راح نجي نتعامل واحد واحد مع هاي الاشياء وكيف نستخدمها وكيف كيف نستخدمها وكيف كل واحدة من عندهم شنو هو الفائدة من عندها. فاتصور احنا تجاوزنا الوقت. اوكي لهنا راح نقول لك نلتقي وياك في درس اخر، مع السلامة.